اليوم درجة الحرارة 45 في دبي، ما عندك غير الدق سلف، تجهز السيارة، تضرب خط. تنى وعلي. بعد ما شغلت الفور ويل، بس والله شوف شوف وش حالات المكان. شو الجو؟ الحين صار 31. أعتقد لين ما أوصل فوق يمكن يكون 25 24 في عز الصيف. ما يتفوت. احس اني محظوظ، والله احس اني محظوظ اني جاي هالمكان الجميل وهالسياره الجميله، ونقول الحمد لله على السلامه. بس مسكين وسخت ام السياره. بشوفه ايش بسوي، برقد ورا في الاكسبيديشن. انت ما شفت الاغراض، ما خليت شيء. جهز الكرسي، يمكن اريح كرسي في العالم. طاوله، وهذا طول بعمار كم شبريه. شوف المساحه، يكون اكثر شيء كفتبل في العالم. احس هاي جالس بقرا الكتاب، عقب يمكن اطبخ، يمكن بس اسوي سندوتشات. بشوف اذا الجو يحتاج نوري ضوء ولا لا. برجع شوي عشان تشوفون شيء جميل بالاكسبيديشن. تقدر تسكر الباب اللي ورا بس تخلي الدريش اللي فوق مفتوحه. افتحني. والله حلو. صبح صبح. والله صراحة تعبان. جالس ارتب، بس شكلي ما بسكر السرير، خليه مثل ما هو. بكمل براح المكان الجاي ان شاء الله. عمون جميلة. والله انا بس في الدرب مكمل. لقيت شيء بوابة فخمة وقديمة. توني وقفت في المحطة بغير الثلج اللي في الثلاجة عشان اتاكد ان اكلي يتم فرش. هذا هو المحل. في شيء مهم جدا في ثلاجة، هذا عصاير وماي حق الدرب حق الأكل. يا إبلي هالثلاجة الحين فوتها، أكيد شيء عصاير لحم جبن اللي يحتاجه. الحين طلعنا من الشارع بندخل، فأخلكم ويانا. اوكي انا مو باول واحد يروح من هالدرب، بس هل هو الدرب الصح ولا لا؟ Nobody knows. والله صراحة الاكسبيديشن تيمبرلاين وحش. والله فور اوتو ودوس يا الحبيب. خلاص 33 كيلو بدون شارع. ويلز هيد كامب. بكمل هناك اقصب واخذ لفه وارجع لين هني ان شاء الله. دقايق واحنا عندهم. ايش لونه؟ ابيض. يا ويلي. لاحظوا وياي 26. والله الحين صار لو تايد خيال. ياس اصور لكم داخل السياره عشان برا 10. تعالوا جاهزين. شوفوا شوفوا الباب. الموت بابا طير. يلا شكلي بطفي الكاميرا واشوفكم باكر ان شاء الله. برايكم السكن الحين؟
غرفتي. بسم الله. المكان اللي كنت نايم فيه كوخ وكوخ. خليه يقول انه جاي صح ولا لا؟ ما خبرنا ولا شيء، بس يمر علينا يطير فوقنا ويروح. الحين انا قررت شيء من الشباب اللي هني من المكان الجميل، قررت باخذ سياره وبرجع هني بتعلم كايت. صراحه المكان يفتح النفس، الناس طيبين، المناظر ولا اروع، والوتب يمكن كم 7 ساعات من دبي ولا شيء. راد المكان الجميل. اول مره تشوفون سلوقي يسوي تان. هلا 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 انا كاسخ صراحه. للأسف أحس اليوم بيكون آخر يوم لي في بر الحكمان. المكان جميل جدا، الناس طيبين، بس عندي دوام فضروري أرجع لدبي. أنا أول مرة في حياتي جاي عمان من سنين، أول مرة في حياتي أجي هالمكان. متريق، حتى غاضب سيارة، راح بغسل السيارة وكم الدرب، يمكن عندي 7-8 ساعات لين ما أوصل دبي. بنشوفكم في الدار. الحين نقول مع السلامة حق عمان، مع السلامة حق الكامب. قبل ما أمسك الخط بنظف السيارة عن الرمل وعن الملح وعن الماء وعن كل شيء. مثل ما تشوفون السيارة شيء وسخناها، بس المكان تبارك الرحمن. الحين بنراويكم مكينة الرابتر ايش يسوي في البر. هذا في الاكسبيديشن 3.5 لتر توين توربو. والله في مشي مشي. 4 اكسبيديشن تيمبرلاين بنغات توير جامبينات بمبرات، كل شيء تحتاجونه حق البر جاهز من الوكالة. صراحة كرود تريب مكان تي اوف رود ولا اروع ما شاء الله. الحين برايكم القبر، بس عشان تشوفون السيارة حتى الرقم ما تبين. ونقول الحمد لله السلامة. 1712 كيلو. تردان، مع السلامة.